بسم الله، اللهم بارك وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا فيكم في قناة أمان إعلام. وصفتنا اليوم حتكون طريقة تخزين الزيتون الأسود بالزيت الزيتون. ننتقل للطريقة. في البداية منغلي المية ومنسقط فيها الزيتون على طول. أول ما تبدأ تقلب منطفئ النار ومنترك الزيتون في قلب المية لحد ما تبرد. هنا معلش اللون منلاقيه يتغير، لكن مش تأثير. بعد ما تبرد المية منصفي الزيتون من المية، وهلأ منحط عليه الملح. بالنسبة للملح قد ما نقدر يعني نكتر عليه الملح، لأنه كل ما حطينا الملح عليه كويس حسب الكمية اللي انت بدك إياها. الرطل تقريبا بياخد كيلو من الملح. أنا هنا تقريبا عندي كيلو ونص، أخد تلت واء من الملح. بنتركه تقريبا لمدة أسبوعين حسب ما تدوقي انت الزيتون كيف حلي معاكي. يعني هلأ بدنا ندوق الزيتون، إذا رايح المرارة منه فخلاص بيكون إنه استوى معانا. وحتى نتخلص من الملح منصب عليه المية المغلية ومنتركه لمدة ربع ساعة. وزي ما قلنا بدنا نصفيها لقيت من المية، مننزله بالمصفاية لحد ما تتصفى كل المية اللي فيه. بيبرد معانا ومنحطه على فوطة ومنحاول ننشفه كويس من المية. ولو في يعني طبعا شوية بالشمس تركناه تقريبا ساعة بالشمس، بيرجع زي ما انتم شايفين للون الطبيعي وللونه اللي الأساس اللي هو اللون الأسود. هلأ بالنسبة للتخزين منحط عليه عصير الليمون وزيت الزيتون، وكمان منحط المحلول الملحي نص كوباية، ما بدنا نكتر. وبتقدري كمان تحطي حسب الزيت الموجود عندك، ما فيش عندك زيت كتير ممكن تحطي المحلول الملحي وقليل من الزيت الزيتون على الوجه. ممكن تحطي كاسة أو نص كاسة من زيت الزيتون، وتحطي كمان الليمون تقريبا كاسة من الليمون. وهيك منكون انتهينا من حلقتنا اليوم. وإن شاء الله حديكم وصفة تانية إنه منقدر إحنا نحط الزيتون الأسود بالفريزر. بس زي ما أنتوا عارفين بالنسبة للزيتون الأسود أنا ما بخزنه في البداية. أنا صح اتأخرت بالوصفة، لأنه كل ما تأخرتي بتخزين الزيتون الأسود كل ما كان معك النتيجة أفضل، لأنه بيكون مستوي ومتشرب كويس من الزيت، ما بيكون كده في مية. يعني أفضل إشي لتخزين الزيتون في نهاية الموسم. وبهيك منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وياريت ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.